كابتن معي، عايز اسالك، انت قلتي ان انت كنت بتلعبي كوره اصلا. تمام. وانت بتلعبي كوره، ايه برضو اللي خلاكي تلعبي كوره، او ايه اللي خلاكي كبنت؟ احنا عارفين زمان من سنوات يعني كان البنات دايما ما بيروحوش يلعبوا كوره قوي، ممكن رياضات اخرى، لكن الكوره دايما كانت بتبقى مكسوره، او مش دايما، غالبا مكسوره على الرجال. ايه اللي خلاكي بقى في وسط الزحمه دي، او في وسط الاتجاه ده، تقولي لا انا هلعب كوره، انا زي الولاد؟ انا كنت بلعب كوره اصلا في الشارع يعني اصلا. لا تعالي لي، لا دي قالت كلام حلو دلوقتي، انا كنت بلعب كوره في الشارع. لا قولي لي بقى، كنت بتلعبي كوره في الشارع ازاي؟ كنت بلعب مع الاولاد وانا صغيره، وبعد كده عرفت ان في فرقه بنات موجوده في نادي التنميه سبورت، فقلت ان انا اطلع يعني. فلقيت ان الموضوع حلو ولذيذ، وفي في التزام، وفي فرقه، وفي ماتشات، وفي تمارين. لقيت الموضوع حلو. في نط نطيتها برضو. انا الموضوع الشارع ده مهم قوي بالنسبه لي، بس احنا يعني في اجيال، عايز الشارع، في اجيال كده ما عدتش على الشارع ده، في اجيال لعبت على طول في ملاعب يعني. في اجيال بعدينا لعبوا على طول في ملاعب، بعدين عشان شكلك لسه صغيره في السن، بس انا بعدين كبيره والعكس. لعبوا في ملاعب. لعبت بقى في الشارع ايه، طوبتين وكده ولا جول؟ لا عادي، كنا بنلعب يعني جيراننا وكده بنات، وفي ولاد، وكنا بنعمل فرقه ونلعب، وبعد كده حبيت الموضوع يعني. كنت بتلعبي مش ما بتلعبي ما فيش جول؟ لا كنت بلعب. لما كانوا بيلعبوا معانا بنات كنت بنوقفهم جول. كنت كمان. بس كان في واحد يعني جارنا، وهو اللي كان مربيني برده، كان اسمه كابتن ثروت عمار الله يرحمه، يعني هو اللي كان رشح لي ان انا كمان ادخل يعني ادخل مجال الكوره. ولما كنت بتلعبي بقى كنت بتلعبي مركز ايه؟ باك رايد. باك رايد احيانا سيرد باك يعني. المهم ان انا كان يعني كان يقول لي اللي يفوت يموت. اللي يفوت يموت بالظبط. كنت بتموتيه بالظبط. طب وانت كحكم دلوقتي؟ لا خلاص بقى ابتديت تعرف ان ما ينفعش خلاص. تعلمني بقى. صح. اللي بيموت بتاذيه طبعا. اهم حاجه سلامه اللعيبه دي، اهم من النتيجه اصلا.